المكتبة بتضم قرابة 1500 كتاب بتتنوع ما بين الأعمال الروائية للأديب العالمي وكتب وقواميس وموسوعات اقتناها أديب نوبل أو أهديت إليه. عن هذا الحدث وعن كواليسه معنا على الهاتف الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي لإطلاعنا على مزيد من التفاصيل. دكتور محمد أهلا بيك معنا. أهلا دكتورة صفاء، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. دكتور محمد، احنا قرينا في الصحف وعرفنا عن مسألة إهداء السيدة أم كلثوم نجيب محفوظ مكتبة والدها لمكتبة الإسكندرية. التفاصيل والكواليس، ازاي تم الاتفاق وازاي تم التوصل الى هذا الاهداء رغم وجود متحف لنجيب محفوظ في القاهرة؟ يعني ودي كانت مسار نقطة مسار جدل ما بين البعض، انه ليه تم الاهداء لمكتبة الاسكندرية وليس لمتحف نجيب محفوظ؟ ده في الحقيقة طبعا زي ما حضرتك اتفضلتي ده صحيح. قدمنا الكبير عنده متحف خاص به من قبل وزارة الثقافة كان معمول، بس في الحقيقة السيدة الفاضلة أم كلثوم أو هدى نجيب محفوظ قررت بعد ما زارت المكتبة وشافت إزاي المكتبة بتهتم بالمجموعات الخاصة اللي موجودة فيها، فحبت برضو تشاركنا يعني فرحة إن يكون جزء من تراث الأديب العالمي نجيب محفوظ موجود ومحفوظ في مكتبة الإسكندرية. يعني ما تم إهداؤه لمكتبة الإسكندرية ليس كل مكتبة نجيب محفوظ إنما جزء منها؟ هي كل المكتبة اللي موجودة كانت موجودة، بس كانت موجودة في منزله اللي موجود بالعجوزة، وفي بعض الكتب طبعا أهدتها في وقت سابق للمتحف الخاص به مع مقتنياته، وهذا ما تبقى من المكتبة حوالي 1500 كتاب. احنا مع يعني استلمنا المكتبة كاملة وطبعا بتتحط دلوقتي تحت الفحص والمراجعة والتسجيل، فكان هذا جزء امتى هذه المقتنيات هتكون متاحة لرواد المكتبة؟ الخطة يعني الخطة يعني من الكواليس برضو لما بقول لسيادتك ان لما سيدة ام كلثوم جت وشافت الحاجة فقررت كتبت خطاب للأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، بتقول له كان خطاب بسيط جدا، يعني بتقول له أرجو التفضل يعني بأن جزء من مكتبة والدي تبقى في المكتبة. طبعا ده كان خبر سعيد لينا، فبالفعل كان الأستاذ الدكتور أحمد زايد على غير العادة، يعني هو ما بيروحش بنفسه للحاجات دي، فراح وكنت أنا موجود معاه والفريق كامل، فجبنا الكتب وحطناها في المكتبة يعني انضمت لمجموعة المكتبة اللي تكون تقريبا مجموعة رقم 57 من المكتبات الخاصة اللي موجودة في المكتبة. المكتبات الخاصة بوجه عام لما بتيجي المكتبة بتخضع للعديد من الإجراءات. نعم، إيه هي يا فندم هذه الإجراءات؟ الإجراءات الأولية مبدئيا بنروح بناخد الكتب، قبل ما بنعمل أي حاجة لازم يحصل عملية تعقيم لهذه الكتب. طبعا الكتب بقى لها فترة كبيرة موجودة في المكتبة، فبيبقى في غرفة 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 عزل تمام بتقعد فيها أكتر من 20 يوم بيتم تبخيرها. تبخيرها بمعنى نحن بنتأكد ان ما فيهاش فطريات، ما بنتأكد ان ما فيهاش حشرات، بيعمل لها عملية تنظيف ميكانيكي، ازالة الاتربة والكلام ده كله بمواد كيميائية معينة. بعد ما بنتأكد من سلامة الكتب تماما وخلوها من اي اصابات حشرية او فطرية او بكتيرية بنبتدي ننقلها للمبنى الكبير بمكتبة الاسكندرية. يعني فاتم هي تكون متاحة امتى لرواد مكتبة الاسكندرية؟ يعني ان شاء الله في القريب العاجل، يعني دي المرحلة الأولى. ما أنا هقول لسيادتك الخطوات بالظبط، يعني بعد ما بتعمل عملية التعقيم ده بتدخل عملية التسجيل عشان نتأكد من الرقم الحقيقي اللي احنا أخدناه، لأن في عملية الجمع يعني بناخد المكتبة كلها بشكل كامل، بيبقى فيه حصر مبدئي بس مش أكيرت مش دقيق زي ما بتدخل، لان دي بتدخل عهده على المكتبه فبتتسجل. بعد ما بتتسجل على المكتبه بتروح
قسم الكتب النادرة، بنشوف الكتب اللي محتاجة عملية ترميم، لأن يعني في بعض الكتب طبعا قديمة ويعني ليها قيمة تاريخية، بغض النظر من هي طبعا إن صاحب المجموعة اسمه عالم كبير من أعلام مصر، بتتفحص ندخلها عملية ترميم وبعد كده بنطلع. يعني الموضوع ده بيدخل في حوالي من شهر لشهرين بعد عملية التبخير، وبنبدأ عمليات الفنية المكتبية فيها من حيث فهرستها ووضعها في مكانها على الرفوف. هو طبعا المجموعة متنوعة، فالمفروض حسب يعني يا ريت نعرف يعني بعض التفاصيل حتى لو عناوين على يعني أهم محتويات مكتبة كاتبنا الكبير نجيب محفوظ، يعني من خلال حتى الرصد الأولي. أنا عارفة أن لسه في إجراءات طويلة زي ما حضرتك شرحت لينا، لكن حتى كده إطلالة سريعة على أهم العناوين مثلا أو أهم الموضوعات اللي كانت بتغلب على مكتبة أدبنا الكبير. والله يعني أنا اللي لفت نظري في المكتبة أنها شديدة التنوع، بمعنى يعني كل مجالات العلوم والأدب موجودة، مع التركيز على أمهات الكتب في الشعر واللغة العربية وطبعات قديمة، زي مثلا كتاب الأصفهاني أو اللي هو الأغاني للأصفهاني، ده موجود كامل، بعض القواميس الخاصة، بعض الحاجات الموجودة في الأدب دي ليها طبعا ركن خاص. بالإضافة هل كان في نسخ موجودة باللغة الإنجليزية؟ وإحنا نعرف إجادة كاتبنا الكبير للغة الإنجليزية، وإنه أساسا أيضا تعلم الفرنسية من أجل أنه يقرأ رواية مارسيل بروست البحث عن الزمن المفقود. ده حقيقي، في جامد كبير جدا من المكتبة يحتوي على روايات أجنبية وترجمات برضو موجودة فيها. بالإضافة برضو اللي اكتشفنا أن في جزء فيها جزء جغرافي، يعني لقينا أطلس، لقينا ناشونال جيوغرافي، لقينا حاجات مهتمية بالخرائط. ما بقول لسيادتك شديدة التنوع، يعني اللي موجودة في شتى علوم المعرفة وبعدة لغات، يعني لقينا في بالإنجليزية. هل سيتم إتاحة هذه المقتنيات المهمة إلكترونيا بالنسبة للقراء، أم أنه ستقتصر فقط على المترددين على المكتبة؟ الاثنين، يعني احنا اول حاجه بتتعمل طبعا بعد ما بنستكمل عمليات الفهرسه، بنعمل عمليه ديجيتايزنج او رقمنه لجميع مكتبه اسكندريه، 90% من كتبها مرقمنه وبتتاح على موقع او المستودعات الاصول الرقميه للمكتبه اللي هو دار على الانترنت، بحيث ان الباحثين في سفارات المعرفه يقدروا يطلعوا عليها مع حفظ حقوق الملكية، طبعا إذا كانت لها كتب ملكية لها حقوق ملكية، أو للاطلاع داخل المكتبة. الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي في مكتبة الأسكندرية، احنا بنشكر حضرتك على هذه المداخلة، وبنهنيكم على حصول مكتبة الأسكندرية على مكتبة عميد الرواية العربية نجيب محفوظ، وبتظل مكتبة الأسكندرية بهذه الإجراءات وبهذه الخطوات حافظة للتراث ورموز التنوير في مصر في العالم العربي. احنا اللي بنشكر حضرتك دايما لتواجدك معانا، ويعني وابراز دور المكتبه واهميتها، واحنا سعداء طبعا بهذا الهداء، وبشكركم شكرا جزيلا.